كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. بانتظار بطة. بانتظار بطة تمثيلية من تأليف محمد دوارة، إخراج مصطفى أبو حطب. النهاية كتبت يا حميد؟ النهاية كتبت يا جدي. النهاية خلاص. الكتاب اللي قضيت عمري كله في تأليفه وحطيت فيه كل تجاربي في الصيدلة انتهى. وانا كمان سلامتك انتهي. يا جدي سلامتك، ما تقولش كده. كنت فاكر ان جدتك مبروكة الله يرحمها هي اللي هتكتب كلمة النهاية دي في الكتاب بخطها، ولما ماتت قلت عيش يا امك الله يبشبش الطوبة اللي تحت لغصها هي اللي هتكتبها، ولما ماتت هي الاخرى طلع من اسمتك انت اللي هتكتبيها. الحمد لله دلوقتي اموت وانا مطمئن. ما تقولش كده يا جدي، ربنا يطول في عمرك. شيل الجزء السابع ده دي، الجزء الاول وقعدي اقري، وبعد ما اموت اقري برضه، ما تبطليش قرايه في الكتاب. حاضر يا جدي، بعد الشر عليك يا جدي. وبعد ما تقري وتعرفي سره اطلعي وعالجي الناس، كل الناس عالجيهم من امراضهم، من متاعبهم، من مشاكلهم، من ازمتهم. يلا يلا يا حميده وسمعيني. حاضر يا جدي. الوسيط او كيف تعالج كل امراض ومتاعب الناس، يعني ايه يا جدي الوسيط؟ الكتاب هيقول لك على صباح الخير يا بابا. صباح الخير ايه يا صبح انت كمان؟ ده احنا بقينا العصر وداخلين على المغرب وتقول لي صباح الخير. الله جرالك ايه يا ماما، نسيتي درس خطوط الطول في الجغرافيا ولا ايه؟ مش جاب خطوط الطول ولا خطوط العرض دلوقتي؟ مش بيقول لك الناس يبقوا في عز النهار في الشرق وجنبهم ناس في الغرب يبقوا في نص الليل؟ ناس عندهم الشمس بتروح يعني غروب، وناس عندهم الشمس بتصحى يعني فجر. انا بقى من الناس دول. اصل الاوضه اللي بنام فيها غربيه. والله طول ما انت بتصحى طول الليل وتنام طول النهار ما انت فالح، ابقى تعالى قابلني لو فلحت. وحياتك يا ماما حاولت امبارح انام بالليل ما قدرتش، الظاهر الجو هنا في حاجه. على فكره يا ماما. نعم في ايه تاني؟ كلمتي بابا؟ طبعا كلمته. حد قالك ان احنا متخاصمين ولا خرس ما بنتكلمش؟ افهمين يا ماما، امال قصدي كلمتيه في الموضوع. موضوع ايه بس يا صبحي؟ ما تتكلم وتخلصني يا اخي وبلاش الالغاز دي. الله ماما، موضوع جوازي من شوشو. كلمت يا احلى ماما في المنطقه المعتدله الشماليه، يعني نقدر نكتب الكتاب يوم الخميس الجاي؟ لا هو ناوي يكتب قبل كده وزمانه كتب. كتب ايه يا ماما؟ كتب لك محضر في البوليس انت وست شوشو مقالب بتاعتك. اخس، انت عايز تتجوز وانت عندك 20 سنه ولسه ما كملتش دراستك؟ لا ومين شوشو مقالب؟ مقالب قالب. وحياتك يا ماما، هم اللي مسمينها كده من غزهم وغيرتهم منها، اصلها شقره وعينيها خضر. يا سلام يا سلام، وسلم على عينيها يا ماما. تقدر تقولي عندها ايه ست شوشو بتاعتك دي؟ سبقتين بس وحياتك يا ماما، ومن زمان قوي والله، من ايام الشقاوه الله يرحم زمان بقى، وربنا امر بالعفو. اسمع يا واد، انت عارف ابوك عصبي قد ايه يا صبحي، وارجوك تخفي السيره دي خالص، وكفايه اللي احنا فيه. انا شايفك مش على بعضك يا ماما. ايه بتقول ايه يا ولد؟ يعني رايحه جايه على الشباك زي ما تكوني مستنيه حد. يعني ما انتش عارف؟ ان شاء الله تعدميني اذا كنت عارف حد. توصل والبيت كله هيقف على رجلي. يبقى مفيش غير هي شوشو مقالب. ياه انا مش بهزر دلوقتي يا صبحي، والشخصيه اللي هتوصل دي شخصيه مهمه جدا وخطيره جدا كمان. عرفتها جيمس بوند مش كده؟ لا يا اخويا، حميده الشقره. يا نهار زي بعضه، حميده الشقره مره واحده ومعاها واسطتها بطه. طبعا وهي تمشي ولا تتحرك من غير واسطتها؟ تعرفهم يا صبحي؟ شفتهم يا ابني؟ لا بس اسمع عنهم، ناس بترفعهم السما وناس بيقولوا عليهم دجالين ونصابين. اللي انا طالبها من ربنا ان شكلها يكون مقبول ووسطتها تكون ظريفه عشان اختك المسكينه ما تخافش منهم. وهو في بطه ظريفه وبطه دمها تقيل؟ متهيألي ان البط كله شبه بعضه. ايه بذمتك يا ماما تقدري تفرقي بطه عن بطه؟ كلام ايه اللي بتقوله ده يا صبحي؟
قصدك تقول ان الوسيطة بطة تبقى بطة بصحيح؟ طبعا بطة بصحيح. ما هو لو كانت وزة كانوا سموها وزة، وان كانت فرخة كانوا سموها فرخة. لا، بيقول لي انها واحدة ست واسمها بطة، عارف ليه؟ عشان لو كانت بطة بحق وحقيق زي ما بتقول كانوا قالوا في الاعلانات والجرايد حميدة الشقرة ووسطتها البطة مش بطة. وانا متأكد انها بطة، يعني بالعربي الفصيح بحة. تعرف يا صبحي، كلام بيني وبينك، انا جايباها هنا من غير علم ابوك ومن ورا الدكاترة اللي بيعالجوا اختك. ما هم لو عرفوا كانوا احتجوا وقلبوا الدنيا، ويمكن كمان ينسحبوا من علاجها بالمرة. طيب بص 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 من الشباك يا صبحي وشوف مين اللي جاي. ده مين ده؟ يا نهار مش ولا بد يا ماما، يا نهار مش ولا بد. عارفه مين اللي جاي؟ مين يا صبحي؟ اتكلم قوام يا ابني. ده 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 الدكتور مصطفى حسني، ومعاه الدكتور سلامه سلامه اخصائي التخسيس. يعني هيعملوا كونسلتو؟ لا، وما يجوش الا دلوقتي، وحميده الشقره وبطه يا دوبك هيوصلوا. يا سلام يا سلام لما اتقابلوا الاربعه وشافوا بعض، وخصوصا لما يشوفوا بطه، ساعتها هتعمل لهم طب روح بقى ادي خبر لابوك بسرعة، خليه يقابلهم ويدخل معاهم وهم بيكشفوا عليها. ها، ربنا يشفيك يا بنتي، ربنا يشفيك. ها، خير يا عمر؟ قال ايه الدكتور سلامة سلامة؟ قال ان العلاج اللي ماشي عليه مظبوط ومفيش علاج احسن منه. امال ما بتتقدمش ليه؟ ما بتخستش ليه؟ مش قادرة تمشي ليه؟ مش قادرة تقوم من مطرحها ليه؟ نصح الدكتور مصطفى يزود لها شوية في الفوسفات ويقلل شوية في الحديد. وما قالش امتى هتخس يا اخويا؟ امتى هترجع زي الاول وتقوم وتمشي على رجليها؟ بصراحة مش اقل من سنتين ولا ثلاثة. كل ما اشوفها وهي قاعدة على الكنبة ووشها يا حبة عيني زي الملاك، قلبي بيتحسر على شبابها. ربنا بقى يشفيها من التخن ده. انا عامله لها سلطانية الشوربة اللي قال عليها الدكتور سلامة سلامة. بيعمل لها شوربة كوارع او داب. كوارع ايه بس يا اخويا اللي انت بتقول عليها؟ البنت لازم تاكل ولا هنموتها بقى. اهو بالشوربة بس ما تكتريش. حاضر يا اخويا. عن اذنك بقى اما اروح افطر، اصلك فتحتي نفسي. تفطر؟ دي الدنيا كلها قربت تتعشى يا عمر وانت لسه ما فطرتش. لو فيها ايه يا وداد بقى، مزاجي كده، كنت مشغول طول النهار ونسيت افطر، هتميني بقى. مالكش دعوه بشوربة البنت يا عمر، سامع؟ لا لا ما تخافيش، انا وضبت افطاري خلاص. حاجات بسيطة خالص، عبارة عن طبق كباب حلة وبرام رز بالكلاوي على شوية الكشك اللي كانوا فاطين امبارح بس. لا، وشوية حاجات مش مهمة. صباعين كفتة، على صباعين ورق عنب، على صباعين سجوق النياه اللي محشي باللي الضاني. سلامتك يا عمر. في ايه؟ يعني مش عارفة، الصداع المؤلم اللي مش عايز يسيبني ليل ولا نهار، واللي مش نافع فيه لا طب ولا دواء. اقول لك الصداع هيخلي دماغي تفهماني. تقومي تضحكي يا وداد، يعني يبقى ساعة ما تجيلك النوبة اياها وتترمي على الارض. عارف انا كنت بضحك على ايه يا عمر؟ نعم، على ايه؟ على السفرة اللي هتتفرش دلوقتي وتقعد عليها العيلة. ولازمته ايه الضحك اياه ده؟ حضرتك انت وصبحي هتفطروا، وسميرة هتتغدى بالشوربة، واختك سعاد هتتعشى عشان تقدر تهضم الاكل قبل ما تنام. اصل معدتها بطيئة في الهضم زي ما بتقول. طب وفيها ايه دي؟ سفرة واحدة ووقت واحد، وجماعة بيفطروا وجماعة بيتغدوا، وتقولي فيها ايه دي؟ طب ما تيجي تفطري، قصدي تتغدي، قصدي تتعشي. والله ما انا عارف، اهو تعالي كلي وخلاص. ما حصلك حالا، اصل مستنيه، قصدي مستنيه. لازم مستنيه بسلامه اخوكي. لا، عشان ابليس في الجنه هو عمره رجع الا وش الفجر، ده بتاع بتتات وشيلال يا ست هانم. طيب يا عمر روح انت دلوقتي، احسن ليه السجق تتجمد، انا محصلك حالا حالا. ماما ماما. ايه في ايه يا صبح؟ اتكلم يا ابني، خضتني. مش شايفه الشنطه الكبيره دي اللي انا شايلها يا ماما؟ شايفاها طبعا، جبتها منين؟ لقيتها نازله من التاكسي قدام باب البيت ومش قادره تشيلها، شلتها لها. هي مين؟ مين يا صبح؟ هتكون مين بس يا ماما؟ يعني حميده، حميده الشقره. وهي فين دلوقتي وفين الوسيطه؟ ماهاش حد يا ماما. يبقى كلامي طلع مظبوط، بطه يعني بحه. ايه شفتها معاها يا ابني؟ لا، انما فهمت الفوله، لازم حطها في الشنطه. مش شايفاها كبيره قد ايه؟ بقول لك هي فين يا صبحي؟ سبتها ليه يا ابني تحت وطلعت انت لوحدك؟ اهي وصلت يا ماما، ما تخافيش عليها. ارجوك تجيب الشنطه يا استاذ. اهلا وسهلا يا
حبيبتي شرفتي. أرجوك تجيب الشنطة. الشنطة في أمان يا حميدة هانم، ومع ذلك ادهالها يا صبح ادهالها. اتفضلي. متشكرة. اتفضلي استريحي يا اختي. امال فين الهانم التانية اللي مع حضرتك؟ يعني انا حضرتها يعني تحصل حضرتك ايه؟ تحب نبعت لها تاكسي عشان يستناها؟ لا 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 لا، ما يلزمهاش عربيات. انا بقول يعني عشان الشنطة ما لهاش شنطة كمان. لكن ده الوسطة اللي كلم حضرتك عشان تشرفينا، قال انك هتقعدوا اسبوعين على الاقل. تمام، على الاقل. الهانم قصدي الهانم التانية يعني، اظن هما قالوا ان اسمها اسمها بطة الصغيرة. الست بطة الصغيرة. طيب مدام هي يعني هي ست ويعني اسمها بطة الصغيرة، يبقى لازم نجهز لها الأوضة اللي جنب أوضة حضرتك يعني اللي حتنامي فيها يعني. أبدا أبدا، هي ما يلزمهاش أوضة. يعني حتنام مع حضرتك في أوضة واحدة. أبدا أبدا. هي فين الشنطة؟ ما هي جنبك هي استحميدة هانم، وبالأمارة حضرتك سند دراعك عليها. أيوة تمام صحيح. أيوة جدي مالك يا ماما؟ بتكلمها، بتكلم البطة. ابوك وصل اهو. انا مش عارفة اقول له ايه ولا اعمل ايه. يا ترى هيعمل فيها ايه؟ انا ماليش دعوة، انا ما شفتش حاجة ولا اعرفش حاجة. انا هقول له على الحقيقة واللي يجرى يجرى. يلا. ايه ما جيتيش تخيلي فوق؟ ما زي ما قلتي. الله، مين دي؟ انت عندك ظروف ولا ايه؟ دي 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 حضرتها اللي غريبه حضرتها. انا عارفها كويس. انا شفت حضرتك قبل كده. وانا شفتك قبل كده. وانا كمان شفت حضرتك قبل كده. يا رب جيب العواقب سليمه يا رب. انا ذاكرتي لا يمكن تخوني، مؤكد انا عارفك كويس. وانا كمان ذاكرتي قويه ولا يمكن انسى. حضرتك كنت زبون في أجزخانة الدكتور صادق عبد الموجود في العتبة. تمام تمام تمام، أجزخانة الدكتور صادق عبد الموجود، أنا شفتك كتير هناك. الدكتور صادق عبد الموجود يبقى جدي، وأنا كنت دايما أقعد عنده في الأجزخانة. وزي الدكتور صادق دلوقتي؟ الدكتور صادق تعيش أنت من 3 سنين. يا خسارة، ده كان راجل علامة بصحيح، يا ما خدمني ويا معالجني ووصف لي وصفات كويسة. الحمد لله. اقعد بقى استريح يا سع عمر لما عرفك بها كويس. وحتعرفيني اكتر من كده، ده احنا خلاص عرفنا بعض من زمان. جدها كان راجل علامة، مش حضرتك لسه قايل كده؟ طبعا، ودي عايزة كلام. حد ينكر دي على الدكتور صادق عبد الموجود؟ حضرتها بقى تبقى حميدة الشقرة. تشرفنا. بتقولي ايه يا وداد؟ حميدة الشقرة. حميدة الشقرة بتاعت البطة اللي كل الناس بتتكلم عليها. ايوة يا اخويا. وانا داعياها هنا عشان تقعد عندنا شوية. الغرقان يتعلق بقشها يا عمر. تعالجي بنتك بالدجل والشعوذة في القرن 20، تتفضل عندنا بصفتها ضيفة، وضيفة عزيزة كمان لأنها حفيدة صديق وعالم كبير. إنما مسألة. أنا عندي فكرة يا أستاذ عمر. اسمح لي أجرب علاج المريضة، وإذا شفتني استعملت الدجل ولا ارتكبت غلطة ضد العلم ابقى اطردني. أنا لا يمكن أسمح بمعالجة بنتي بوصفات بلدية. وأنا موافقة. ولا يمكن أسمح بجلسات تحضير أرواح اللي بيقولوا عليها. برضو موافقة. موافقة موافقة. أمال هتعملي إيه؟ أظن هتكتبي لها روشتة. ما هو ده كمان لا يمكن اسمح بيه لانك مش طبيبه. ولا انا كمان يا استاذ عمر اسمح بيه. ما دام كده ما اقدرش اقول لا. جربي. كتر خيرك يا عمر، انا مش هنسالك الجميل ده ابدا. والله فكره، ما تبتدي لنا في الاول بعلاج الجحش ده اللي قدامك ده. انا مش جحش يا بابا. ثم انا كمان مش عيان. تقدر تقولي عيان بايه؟ عيان بمخك. مؤكد عندك عفونة في تفكيرك. انت كمان تتعالج يا استاذ عمر. اهو بقى لو نجحتي مدهشة، بس ده انت تجيبي معجزة. اتفقنا يا استاذ عمر. اتفقنا. ومستعدين تنفذوا طلباتي؟ اللي تتفق مع العلم والاصول، الطلبات المعقولة وبس. وانا قبلت، بس ادوني فرصة اولا ادرس الجو اللي انا فيه. ادرسي يا حبيبتي زي ما يعجبك ادرسي، كلنا تحت امرك. الحمد لله الحمد لله، اخيرا لقيتك يا ست حميده. من الصبح وانا بدور عليكي. انا هنا من بدري في الجنينه مع اختك، قاعدين شويه في الشمس. تسمحي لي اسالك سؤال يا ست حميده؟ اتفضل يا اخي اسال زي ما انت عايز. هو حضرتك مش ليكي وسيطه اسمها بطه
عمرك ما تقدري تستغني عنها. تمام، لانها اهم حاجه في شغلي. امال ما جبتهاش معاكي هنا ليه؟ لاني كنت متاكده ان عندكم بط. وديكي شفت ان ما عندناش ولا بطه. ابعتي هاتيها بقى عشان خاطري. بالعكس بالعكس، ده حتى البط عندكم كتير قوي. لا مش فاهم حاجه ابدا. ما تزعلش، بكره تفهم كل المكالمه. مهمه قوي في التليفون، مهمه قوي. يا رب ما تاخر يا شوشو، يا رب. اوعى تنسى تحضر اجتماع الليله يا استاذ صبحي. انسى؟ ودي معقوله؟ ده انا هكون اول الحاضرين. بس والنبي تجيبي بطه معاكي عشان خاطري. الساعه 5 بالدقيقه. والثانيه، مش عايزة منكم لا بخور عين العفريت ولا ديك احمر غطيس، لاني مش كوديا ولا دجالة. لا سمح الله يا حبيبتي، لا سمح الله. وكمان مش عايزة منكم تطفوا النور وتحطوا ايديكم على ترابيزة والدنيا ضلمة. لاني لا هعزم ولا اقول شمهورش وما اعرف ايه، لاني لا اعرف احضر ارواح ولا اعزم على الكاتب. وبطة مش جاية. اسكتي انت يا ولد. ده احنا سكتنا. مش هقول لكم كمان بطلوا الادوية اللي كتبتها لكم الدكاترة، لاني ما اعرفش اكتب بدلها، ولاني مؤمنة اكتر من اي واحد فيكم بعلم الطب. اخو كده الكلام الصح. طلباتي منكم بسيطة جدا، بس لازم تنفذوها كلكم. ننفذها يا حبيبتي، ننفذها ما دامت في حدود المعقول. ولما ننفذها تظهر بطه، انا اول واحد هنفذها. سيبك منه يا حميده، ده عنده كله في المخيخ. كل اللي انا عاوزاه ان جميع افراد العيله من الكبير للصغير يصحوا في ميعاد واحد الساعه 6:30 صباحا. 6:30. وهعمل درس يضرب في الميعاد ده علشان تسمعوه كلكم. وايه كمان يا استا حميده؟ والساعه 7:30 بالظبط كل افراد الاسره يقعدوا على السفره علشان يفطروا. لكن ارجوك يا عمر، خلي الست تتكلم. وايه كمان يا استا حميده؟ في درس هيضرب الساعه 2:30 علشان الغدا، والكل لازم يقعدوا يتغدوا. بس ده اخرسي انت يا ولد، خلي الست تتكلم. في كمان والساعة 8 تمام جرس العشاء. سامع يا بابا؟ سامع بتقول لك 8 عشاء. الثمانية عشاء ما تاخديش بالك منه. والنبي يا استا حميدة، ما انت عارفاه. كملي يا حبيبتي كملي. الاكل كله خضروات فواكه. حتى العيالة؟ وخصوصا العيالة. ايوه اتفضلي. في حاجة تانية؟ باب البيت هيتقفل الساعة 9 مساء، ولا يمكن يتفتح بعد كده الا تاني يوم الصبح. سكت فيها خالي، ما تحتاج يا ودي. خلاصي انت يا ولد. خلاصي اتفضلي يا حميدة هانم، كملي يا حبيبتي بقية طلباتك. كملي. خلاص ماليش بقية طلبات. وده يعتبر علاج لبيتنا؟ على كل حال النتيجة هتظهر بعد شهر. وتظهر بطة بعد شهر؟ وتظهر بطة. الصداع اللي كان مجنني بقاله أكتر من شهر ما ظهرش. حاجة غريبة يا وداد. والأغرب من كده إن الأزمة إياها انتهت خلاص. المنظر اللي فطس من الضحك صحيح، هو منظر أخوكي وهو جاي يجري ساعة تسعة إلا دقيقة قبل جرس التشطيب ما يضرب، ولا أختك سعاد وهي بتاكل بالمواعيد. أنت ما لاحظتيش حاجة مهمة؟ خانق كل شوية زي زمان. فاكرة لما كنا نتخانق بمعدل 24 خناقة في 24 ساعة؟ مش عارفة ليه يا عمر، انا حاسة ان اعصابي مستريحة. بابا جرى لك ايه يا ولد؟ ايه في ايه؟ قسما بالله العظيم انك اتكلمت. ارقص يا بابا. اقسم بشرفي اذا كانت شوشو مقالب وصلت لانا مكسر لك دماغك ودماغك. شوشو مقالب مين يا بابا؟ دي اختي سميرة. مالها اختك سميرة يا واد؟ اتكلم. اختي سميرة ماشية على رجليها مع الست حميدة. ايه؟ تعالوا والله بتقول اختك سميرة ماشية على رجليها؟ والله انت متأكد؟ تعالوا شوفوا بنفسيكوا. تعالوا تعالوا بين الشباك اهي. آمنت بالله ده بيتكلم جد يا وداد. تعالي 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 شوف تعالي تعالي بصي يا سلام. شوفي تعالي متاع عليكي. سميرة لك الحمد يا رب. واقف كده ليه؟ والنبي يرد انت يا ماما، اصلي مش عايز اكلمها. هي مين يا ابني اللي ما انتش عايز تكلمها؟ اللي اسمها زفت مقالب دي. ايه بتقول؟ ايه انت مش عايز تكلم شوشو مقالب؟ انا مش مصدقه وداني. صحيح الكلام اللي انت بتقوله ده يا ولد؟ صحيح وحياتك يا بابا، انا قررت خلاص ما اكلمهاش. طيب وايه السبب؟ زعلتوا مع بعض ولا ايه؟ ما اعرفش يا بابا في ايه كده. فهمت موقفي وحسيت اني كنت غلطان لما عرفت واحده زي دي واهملت دروسي. ولد انت بتضحك عليا. ابدا ابدا وحياتك يا بابا،
وبيني وبينك نتيجة امتحان آخر السنة. أما حاجة عجيبة صحيح، البيت كله اتقلب رأسا على عقب. تكونش حميدة دي سحارة؟ تكونش صاحبة معجزات؟ أبدا، أنا لا سحارة ولا صاحبة معجزات ولا حاجة أبدا. أمال اللي حصل في البيت ده من يوم ما جيت إيه أصله؟ المريضة اللي بقالها سنين محدش عارف يخسسها خست إني راح. النوبة العصبية اللي كانت منكدة عليها ما بقالهاش أصل. اللي كان بيسهر وبيلعب قمار بطل، حتى المجنون اللي عقله ناقص مخ رجع ليه عقله. ايه اللي جار؟ ايه اللي جار؟ انا مش فاهم. اللي حصل يا استاذ عمر حاجة بسيطة جدا ودلوقتي بس اقدر اقول لكم عليه. طب قولي يا بنتي قولي. تلات ارباع امراض العالم ومصايبه ناتجة من عدم النظام في المعيشة وعن امراض المعدة. ايوه والنبي يا حبيبتي كملي كملي. وجدي الله يرحمه قال لي في الكتاب الكبير اللي انا حطاه في الشنطة اللي جايباها معايا ومحدش عارف فيها ايه، واوصاني قبل ما يموت اني اقراه واعمل باللي فيه وانصح الناس يعملوا زيي. وبيقول ايه الكتاب العجيب ده؟ بيقول ان معظم المجرمين ومعظم الطغاة اللي ضربوا العالم وقوموا فيه الحرب مصابين بامراض في معدتهم. كده نابليون مثلا كان عنده قرحة في المعدة. أيوة. وهتلر كانت معدته مرضانة، وجنكيز خان وكل الهدامين. تمام تمام تمام، كمل يا بنتي كمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال المعدة بيت الداء. تمام يا بنتي تمام والله. كل اللي انا عملته اني نظمت معدتك ومعدتها ومعدات كل اللي موجودين هنا وجيت وشفت النتيجة. لكن فين بطة؟ هي مش هتيجي ولا ايه؟ بطة موجودة يا صبحي. الله جدي الله يرحمه مسمي المعدة بطة. يا شيخ انت عندك بطة لازم تعتني بيها، وكل واحد عنده بطة. طب يلا بينا يلا، البط كله لازم ياكل دلوقتي، معاد الغدا جه. بيتك 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 بيتك. كنتم مع في انتظار بطة تمثيلية من تأليف محمد دوارة. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات زكي إبراهيم، زينب رحمي، وعبد السلام محمد. المخرج المساعد سمير زين. في انتظار بطة تمثيلية من إخراج مصطفى أبو حطب.